محافظة نينوى كانت وما زالت تترجم أروع المعاني الإنسانية على أرض الواقع من خلال تضامن أهلها وتفاعلها مع دعوات المرجعية الدينية. بضرورة الوقوف مع الشعب اللبناني بعد العدوان الصهيوني على لبنان، إذ لاقت هذه الدعوات صدى وتفاعلا كبيرا من شخصيات أكاديمية واجتماعية مصلية. نناشد أهلنا في العراق وفي محافظة نينوى بالوقوف إلى جانب أهلنا في لبنان بتقديم التبرعات لأبنائنا في لبنان والوقوف معهم بهذه المحنة التي هي تمثل العراق والوطن العربي كافة، حيث أن هذه المحنة التي يمر بها أبنائنا في لبنان من المحن الصعبة، ولا بد من الوقوف معهم. ونناشد أبنائنا الطلبة في جامعة الموصل وفي الجامعات العراقية كافة من خلال عوائلهم الكريمة للتبرع بما يسخون به لأهلنا في لبنان، وهذا يدل على التكاتف والتلاحم ما بين العراق والبلاد العربية للوقوف أمام المحن والصعاب. نحن كشعب عراقي وكحكومة عراقية هذا شيء فرض علينا نقدمه، أقل شيء ممكن نقدمه لأخوتنا المسلمين من الشعب اللبناني الكريم. وصراحة موقف الحكومة العراقية والشعب العراقي كان مشرف جدا لنا وكافة الطوائف الشعب العراقي، والحمد لله والشكر احنا قدمنا اللي علينا وإن شاء الله ما نقصر معهم أبدا إن شاء الله. إلى جانب التفاعل الإعلامي والتأييد الشعبي لهذه الدعوات، فإن أبناء المحافظة نظموا حملات التبرع لمختلف الحاجيات الضرورية للشعب اللبناني والفلسطيني. ونقول لإخواننا في فلسطين وإخواننا في لبنان، نحن معكم قلبا وقالبا، سنقدم ما نستطيع به إليكم من مساعدات، وقلوبنا مفتوحة لكم وبيوتنا مفتوحة لكم، وإن شاء الله نحن معكم. طبعا أشكر المرجعية الرشيدة والحكومة الموقرة على الحملة التبرعات والدعم اللي قدموها للبنان ولفلسطين. طبعا نحن كل الشعب ساندين هاي القضية وساندين هاي الحملة الجاسية، وكلنا بيد وحدة نواجه هالعدوان بإذن الله، والدعم مستمر تبقى كل المحافظات. والعراقيين بعد معروفين بالكرم، معروفين بالشجاعة والكرم، وبيوتنا دائما مفتوحة وخياراتنا تمتد وعطائنا واسع، فإن شاء الله هاي الحملة تتوسع إلى كل المحافظات ونستقبل كل الأهالي اللي جينا خليه على رأسنا، وبإذن الله النصر لنا ولفلسطين. التضامن مع القضية الفلسطينية واللبنانية والوقوف بوجه الكيان الصهيوني يعكس الاهتمام الكبير من المواطنين على مختلف مسمياتهم مع هذه القضية المهمة في المنطقة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، عماد الأمين، الموصل.